كتاب يعني ايه؟ كتب اي جمع. فلما جمعنا الحروف فصارت كلمات، والكلمات صارت جمل، والجمل صارت مسائل، والمسائل صارت فصول، والفصول صارت ابواب، والابواب صارت كتب، فسمي كتابا لانه فيه تجميع. لما جمعنا الكلمات فصارت آيات، والآيات صارت صور، والصور صار كتابا. فالكتاب جاي من الجمع. يبقى هيجمع هنا أحكام الحج. كتاب الحج يعني الحج الشرعي.